السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متواصلين في محاضراتنا بمادة قواعد إدارة الإنشاء، الأستاذة فدوى خالد، المحاضرة السابعة. بعون الله نبدأ. تكمل لي المحاضرة السابقة، وعذرا على الخلل اللي صار في التسجيل عند هذا المثال عشانك بنعوده. المثال شنو يقول؟ احسب كمية الإسمنت اللازمة لإنجاز أعمال البياض بالمبنى. أول شيء، ما المقصود بأعمال البياض؟ أعمال البياض هي أعمال الياسة، أعمال الياسة. فالمثال هذا يختص بأعمال الياسة. كيف نحن نحسب أعمال الياسة الداخلية والخارجية للحوائط المبنى المسقط بتاعه موضح على الشكل، تمام؟ علما بأنه قد تقرر استخدام 300 كيلوغرام من الإسمنت لكل متر مكعب، يعني وزن الإسمنت في الواحد متر مكعب يساوي 300 جرام، على أن يكون سماكة الطبقة الداخلية للبياض اللي هو الياسة الداخلية 2 سنتي، وسماكة الطبقة الخارجية 3 سنتي. اعتبر أن جميع النوافذ بمقياس 1:1 والأبواب 2.2، هذا كارتفاع باب ضارب 1 عرض متر، وسمك الحوائط 20 سنتي، ارتفاع المبنى من الداخل 3 متر، تمام؟ بعد ذلك المطلوب إعداد مقايسة تثمينية لهذا البند اللي هو بند البياض. إذا كان سعر تنفيذ المتر المسطح، المتر المسطح يعني المتر مربع، يساوي 25، تمام؟ هنناقش المسألة قبل أن نبدأ في الحل. عندنا هنا الياسة الداخلية ليست فقط للجدران الداخلية هي للحدود هي، لا، عندي أيضا لياسة للسقف، السقف من الداخل، تمام؟ أما من الخارج فأنا عندي هي الأطوال المحيطة والمشكلة للجدران الخارجية للمبنى فقط من دون سقف. الشيء الثاني، ارتفاع الحائط من الداخل يختلف عن ارتفاع الحائط من الخارج. ارتفاع الحائط من الداخل عطاه لي 3 متر باهي، وارتفاع الحائط من الخارج دائما نزيد 20 سنتي وهي سماكة بلاطة السقف، فيصبح ارتفاع الحائط من الخارج 3.2 متر، تمام؟ هذه أشياء بديهية متعارف عليه. أوكي، نبدأ الآن في الحساب. قبل أن نحسبه أيضا حابة نأكد عليه نقطة، إن أثناء حساب أعمال البياض وأعمال الطلاء فهي تحسب بالمتر المربع، وهذا اللي تم إيضاحه من خلال طرح السعر. قال لك السعر للمتر المسطح يعني المتر المربع. أوكي، هذا شو معناه؟ معناه هناخذ الجدار على سبيل المثال، الجدار هو اللي طوله 4، هنقول 4 في ارتفاع الجدار الداخلي 3، معناها 4 × 3 = 12، لكن هننقص منها كم؟ هننقص منها هنا الأربعة هذه مش هناخدها صافية، هننقص منها 1 متر وهي النافذة، تمام؟ فبيكون 4 − 1 = 3، 3 ضرب 3 = 9. بالنسبة لهذا الجدار هو 9 متر مسطح أعمال لياسة في الاتجاه هذا الطويل، واضح؟ تمام؟ أوكي، أو 1 ضرب 1 اللي هي النافذة، 1 ضرب 1 نقصها من مساحة هذا الحائط اللي هو 4 × 3 اللي هو عبارة عن كم؟ 4 × 3 = 12، نقص منها 1 بيصبح 11، معناه لهذا الجدار فقط أعمال الياسة الداخلية يساوي إلى 11، وهكذا. لكن أنا مش هنقعد بالجدار، بما أن الارتفاع المبنى كله 1، ما عنديش أنا مناسيب، فأنا شن ندير؟ هنحسب أطوال هذه الجدران على الدور الدايركي بالشكل هذا، تمام؟ ونقول التوتل الإجمالي لهذا الجدران
طبعا انا بديت من هنا صح، من وصلت لهذه النقطة خلاص انا جمعت الاطوال كلها بشكل متراكم من الداخل، تمام. نجي نضربها نجي ننقص منها عدد فتحات النوافذ اهي، او نجي نضربها في ارتفاع الحائط، تمام، ارتفاع الحائط من الداخل 3، اصبحت مساحة مسطحة. لكن لازم ننقص منها 1 في 1 متر، شني نافذة 1 في 1 متر، عندي قديش نافذة؟ 1 2 3 4 5 نوافذ، نجي ننقص منها 5 ضرب 1 في 1 اللي هو 5 متر مسطح نوافذ من الطول التراكبي المضروب فيه ارتفاع الحائط من الداخل، اصبحت ايضا مساحة، فانت حصل على اعمال الياسة للحوائط الداخلية الصافية. اوكي، نحن الان في مناقشة حل المسألة، مازال مش ما بديناش في حل المسألة. نجو لي سقف هذا المبنى، السقف نجي انا نقول مساحة الغرفة هذه زائد الغرفة هي زائد الصالة زائد المطبخ، المساحة الداخلية هي 4 في 4، 4 في 3، 2 في 2، 2 في 4، ونجي للجزئية اهي. الجزئية اهي عندي طولها تمام هو 2 معروفة، لكن العرض هذا قديش؟ نحسبها من طول الغرفة اهي ناقص طول الحمام، فتقعد 4 ناقص 2 ناقص سماكة الحائط، هذه تحصل على الطول الصافي اهو، تمام، فيكون 4 ناقص 2.2، فانت حصل على هذا الطول، تمام. يقعد هذا الطول ضرب 2، نجمع عليها مساحة عندك 2 ناقص 2، وبعدين هنا بنزيد 2، معناها تصبح 2 صافي، لما تقسم الاثنين هذه من 4 هتقعد 2، معناها المساحة هذه هي اهي اللي بين الغرفة والحمام والصالة، الفضاء هذا بعده 2 في 2 صافي، 2 في 2 زائد 4 في 4 زائد 2 في 4 زائد 2 في 2 زائد 3 في 4، هذه تمثل لي أعمال لياسة أو أعمال بياض السقف من الداخل، واضح؟ نجي لي بعدين راهي مسطحة صح ولا لا؟ معناها الطول في العرض زي ما حسبنا تو، طول في العرض. أوكي تمام، نجي لأعمال الياسة من الخارج. أعمال الياسة من الخارج هنحسب الأطوال التراكبية هذه مع زيادة سماكات الجدران، ومن جهة هذه وهذه وهكذا، كأني ناخذ في المحيط الخارجي لهذا المبنى التوتال كامل، وهنضرب وين؟ في ارتفاع الجدار من الخارج اللي هو 3.2، فتكون هذه أعمال الياسة للجدران الخارجية. لكن ما نقدرش نقول أعمال الياسة للسقف من الخارج، لأن مش لا ما فيش لي أعمال الياسة. أوكي، معناها السقف لياسة من الداخل فقط، الحوائط من الداخل والخارج، تمام؟ تمام، نبدأ في حل المسألة. الخطوة الأولى بياض الحوائط الداخلية. لو حطيت الرسمة قدامك وقعدت تتبع في الأبعاد هي هتلقاها هي الأبعاد اللي نحن تو كنا نمشي عليها واللي كنا نحسبه فيها، تمام؟ هيطلع التوتال بياض الحوائط الداخلية 141.6 متر مربع. بياض السقف الداخلي اللي توا نحن كنا نحسبه فيها تطلع 44، معناها إجمالي أعمال الياسة الداخلية من حوائط وسقف 185.6، واضح؟ تمام؟ المسائل هذه من أكثر المسائل بساطة وفي نفس الوقت عملية، هذه هي حياتك العملية في المستقبل، هذه هي حساباتك، هذا اللي انت بتخدم عليه، فهذا مثال مبسط. اوكي، نرجو انه يكون واضح. نجولي اعمال او كمية البياض الداخلية، كمية، اوكي، الكمية معناها بالمتر، كمية معناها متر مكعبا، لكن المحسوب في السابق إجمالي مساحة البياض الداخلي، انتبه للنقطة أهي، هي كاين عبارة عن طول في عرض، طول في عرض الحائط، طوله في عرض،
الطول في العرض. لكن لما نجي نقول كمية البياض، كمية معناها لازم المساحة هي نضربها في شيء في التكنس في السماكة. فقال لك سماكة اللياس الداخلية كم؟ 2 سنتي، معناها 2 من 100، 2 من 100، تمام؟ نفس الفكرة هي هنطبقها من الخارج. أول شيء، أول حاجة هنحسب المساحة، مساحة البياض للحوائط الخارجية، بعدين نجيب كمية البياض بإني نضرب المساحة في السماكة في التكنس اللي هي 3 من 10، 3 من 100، تمام؟ أوكي؟ نفس الشيء، نفس ما توا نحن وضحنا في الأبعاد. يلا نحسبه مع بعض كده. بالنسبة للأبعاد الخارجية، الأبعاد الخارجية بالنسبة لهذا الحائط هتكون كم؟ 4.4 زايد، تمام؟ 4.2 زايد، احسب معاي، سجل واحسب، زايد 1.2 زايد 4.4 زايد 2.4 و2.2، واضح؟ زايد 2 فاصلة، لاحظ من هذا الاتجاه 2.2، تمام؟ لأني ناخذ من الحاشية هذه اللي عند الحاشية أهي أو الزاوية أهي، السماكة مش هتخش معي، زايد 2.2 زايد 4.4 زايد 2.2 زايد البعد هذا قديش، تمام؟ البعد هذا كيف نحسبه؟ نحسبه بالطريقة التالية. اوكي، ان ناخذ الطول هذا كله اللي هي 4.4 مع السماكة معناها 8.2، هننقص منها 2، طبعا السماكة هذه تمشي مع السماكة اهي، معناها 4.4 8، هننقص منها 2 تقعد 6، تمام؟ اوكي، معناها البعد هذا 6، الستة هننقص منها كم؟ هننقص منها 4.2، تمام؟ لو حولنا 4 من 6 اصبح عندي 2، الاثنين حول منها 2 تصبح 1.8، معناها البعد هذا 1.8، 1.8، اوكي؟ تمام؟ اوكي، باهي. لما جبنا التوتل هذا كله، هل هذا صح؟ لا، عندي فيها فتحات نوافذ. هننقص طبعا التوتل هذا كله هنضربه في 3.2، وبعدين هننقص منها 1 2 3 4 5 متر مربع، 5 متر مربع، اصبحت هذه شنو؟ مساحة البياض الخارجية، مساحة البياض الخارجية. مساحة البياض الخارجية هنحسب منها كمية البياض، كمية البياض، لأن الكمية هي عبارة عن كمية مكعبة، يعني حاصل ضرب أبعاد الثلاثة في بعض، معناها أنا نحتاج إلى التكنس، هنا نضرب في التكنس. باي قال لي المساحة الخارجية أو البياض الخارجي التكنس بتاعها كم؟ 3، معناها 3 من 1000 ضرب العدد التراكبي اللي توا قلناه، تمام؟ اللي هو حاصل جمعة هذه، اوكي؟ في نقطة هنا فاتتني اللي هي شنو؟ وينه؟ بالإضافة إلى بالنسبة لي الياسة الخارجية، أنا عندي هنا فتحة باب، يعني عندي 5 نوافذ وفتحة باب، اوكي؟ فهننقص فتحة الباب هذا، في الباب هذا كم مقاسة؟ 2.2 في 1، هننقصها منها، مازال في عندي الكمية هذه لابد من طرحها، اللي هي 2.2 ضرب 1، تمام؟ اوكي؟ وبعدين الناتج الأخير هنضربها في السماكة اللي هي 3 من 100، هنتحصل على كمية البياض للحوائط الخارجية، تمام؟ اوكي؟ تمام. بالنسبة للداخل، الحوائط الداخلية نفس الشيء، هنراعي فتحات البيبان، ما تنسوش
هننقص فتحات النوافذ، وأيضا عندي كم باب؟ عندي 4 أبواب مقاسة 2.2 × 1 في الأربعة، هتكون مطروحة من مساحة البياض الداخلية. انتبهوا للنقطة هي، واضح؟ للحوائط الداخلية، واضح؟ تمام، زي ما هنا. اوكي، اهي 7 × 2.2 × 1 هذه للأبواب، 1 × 1 في الخمسة هذه النوافذ، وبعدين تجي لي الأطوال التراكبية للحوائط الداخلية. تمام؟ اوكي؟ تمام. هنا نفس الشيء، هنا نفس الشيء، عندنا 5 × 1 للنوافذ، وعندنا باب واحد. مطروحات القيمتين هذين مطروحات من هذا، المفروض زايد، لأن المساحة هذه زايد هذه، باش أنا نطرحها من هذا القوس. هنا في خطأ، هذا زايد مش ضرب، انتبهوا لها. في بعض الأخطاء الحسابية، المراجع اللي خذينا منها هذه فيها أخطاء حسابية واجدة، نتمنى أنكم تنتبهوا لها. تمام، وهذه هي الأطوال التراكبية للحوائط الخارجية مضروبة في ارتفاع الحائط اللي هي 3.2. اوكي، تمام. بعدين كمية البياض الخارجي، بإني ناخذ الناتج نضربه في السماكة، هذه كمية البياض الخارجي. إجمالي كمية البياض للداخلي والخارجي، أنا تونا بالإجمال للبياض، أعمال الياسة، هنجمع كمية البياض الداخلي وكمية البياض الخارجي، وهذا هو التوتال الإجمالي اللي أنا بنحطه في شني الجدول إذا كان البند متعلق به البياض. إجمالي كمية البياض يساوي إلى المفروض 6.642. تمام، اوكي، ده هو المطلوب. شني اجمالي كمية الاسمنت اللازمة لانتاج اعمال البياض، مش البياض يبقى الاسمنت، كمية الاسمنت الداخلة في اعمال البياض. تمام. لاحظ، لما انا نبي كمية الاسمنت الداخلة في اعمال البياض، لازم نحسب كمية البياض متر مكعب متر مكعب. لاحظ في النقطة هي، ركز فيها. لكن البند مطلوب لأعمال البياض، وأعمال البياض لابد أن تكون مساحات، مساحة متر مربع. فأنا لما نكتب بند البياض، هنضع هنا كمية البياض بالمتر المربع، مش كمية البياض، نضع مساحة الإجمالي، مساحة البياض الداخلي والخارجي بالمتر المربع. انتبهوا للنقطة هذه، واضح؟ تمام. لكن أنا نحسب كمية البياض الخارجي والداخلي من أجل حساب كمية الإسمنت، من أجل حساب كمية الإسمنت، لأن كمية تحسب من كمية. تمام، أنا قدرش نحسب كمية يعني وزن إسمنت من مساحة مسطحة، ما تجيش إلا إذا كانت نسبة وتناسب. لكن بتحديد أوزان، لابد أن تحدد أوزان من أوزان، حجوم من حجوم، وهكذا. فإجمالي كمية الإسمنت قال لك في المتر المكعب من أعمال الياسة سوي 300، باي أنا كمية الياسة طلعت لي 6.6، معناها شيء طبيعي الضرب. والخطوة هذه مرت علينا في كل المسائل، أصبحنا الآن بالنسبة لينا واضح. تمام، هنا بس كتغيير وحدات قياس، طبعا شيء طبيعي على ألف. تمام، نجي لي تكاليف تنفيذ العمل، تكاليف تنفيذ العمل، وهذا حتى من الجدول تحدد تكاليف تنفيذ العمل، اللي هي 283. 283 هذه شني؟ كمية شني؟ اللي هي البياض الداخلي زايد كمية البياض الخارجي. تمام، تمام، هتطلع لي 283.9. اوكي، متأكدوا بأننا نحسبوها؟ فش بتكون؟ احنا بنقول 185، لحظة باش نحسبها بس نتأكد منها. هنقول هنا 1.85
فاصلة ستة نجمع عليها إجمالي هذا البياض الداخلي، هنجمع عليها إجمالي كمية البياض، إجمالي مساحة البياض الخارجي، إجمالي مساحة البياض الخارجي اللي هو 9.7.76. أوكي، اللي هي تطلع لي 263.9، هذه إجمالي مساحة البياض للمبنى المسقطة من شوية كان وضع. هنضربها في التكلفة اللي هي 25 اللي أعطاها لي في المثال، هتطلع هذه. تمام؟ أوكي؟ فهذه هي كمية البياض، مش كمية آسفة، هذه هي مساحة أعمال البياض للمبنى. أوكي؟ وهذا هو التكلفة بتاعتها. طبعا الناتج هذا غلط غلط، المفروض يكون الناتج مشكي. تمام؟ أرجو تدقيق العمليات الحسابية بس الخطوات صح. واضح؟ أوكي، هذا بالنسبة للبيض. هنا ليش حسبنا الكمية؟ رد عليها باش ما تصيرش لخبطة. الكمية حسبناها من أجل حساب كمية الإسمنت اللازمة لتنفيذ أعمال البياض الإجمالية لهذا المسقط المبنى الموضح. واضح النقطة هذه؟ تركزوا عليها. أوكي، لكن في بند، البند أعمال البياض، لا، البند يحسب بالمساحة وليس بالمتر المكعب. انتبهوا، يحسب بالمساحة. فلما نجي نحط الكمية نحسب مساحة البياض الداخلي والخارجي، لكن لما نجي نحسب وزن الإسمنت اللازم، قديش نورد إسمنت للموقع باش نجري أعمال البياض الداخلي والخارجي للجدران والأسقف لهذا المبنى، معناها لازم ناخذ البياض الداخلي نضربه في 2 في سماكته، وناخذ البياض الخارجي نضربه في 3 اللي هو سماكته، ونجمعهم مع بعض. هذا هو الإجمالي. الإجمالي هذا نضربه في كم؟ في وزن الإسمنت اللي خاش في تكوين 1 متر مكعب من أعمال 1 متر مكعب. ما نقدرش نقول خرسانة، هنا نقول مونة، لأن هي رمل وإسمنت ما فيهاش ركام. الداخلة فيه معناها كل 1 متر مكعب من المونة الإسمنتية نحتاج إلى 300 كيلوغرام إسمنت. واضح؟ هذا الوزن لواحد متر مكعب نضربوه في الإجمالي اللي نحن حسبناه اللي هو 6.642، هنتحصلوا على وزن الإسمنت اللازم توريده وتأمينه في الموقع لإجراء أعمال البياض أو اللياسة. هذا كل ما يتعلق بهذا المثال. نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده من أسهل ما يكون، قد يكون شرح المثال كبير أو، لكن هو سهل. قال لك في أحد المباني السكنية المتكونة من 5 طوابق، معناها عندي أحد مباني سكنية تكون من 5 طوابق، مساحة المسقوف لكل طابق 300 متر مربع، تقرر استخدام نوعين من القواعد الخرسانية لهذا المبنى. النوع الأول عدد 10 وبأبعاد 2 في 1.5، هذه للقاعدة الوحدة، الأبعاد هذه للقاعدة الوحدة. النوع الثاني أبعادها 1.5 في 1، عددها 20. كانت جميع القواعد لها نفس السمك اللي هي 6 من 10، اللي هو التايب 1 والتايب 2، سمكتها 6 من 10. قال لك دون الحاجة لطبقة من الخرسانة العادية اللي هي طبقة النظافة اللي تنفذ تحت القاعدة، هذه كان ملاحظ. وكان منسوب التأسيس يعني عمق الحفر 1.5 متر، ومساحة مقطع الأعمدة للنوع الأول 0.5 في 2 من 10، وللعمود الثاني 3 من 10 و2 من 10. فإذا كان سعر المتر المكعب المتعاقد عليه مع صاحب المبنى لتنفيذ أعمال الحفر، معنى هذا سعر الحفر 15 دينار والردم 10 دينار، هذا شنو أسعار سعر حفر وردم للمتر المكعب، معناها المقايسة يكون داخل فيها زوز بنود، بند متعلق بالحفر والردم. وكانت حمولة الشاحنة المخصصة لنقل الأتربة الزائدة عن حاجة بند
ردم الحفر، يعني أنا بعد ما حفرت جيت قمت بأعمال الردم، فزاد عندي أتربة، فالأتربة هذه هي لابد من إزالتها برفعها في شاحنات مخصصة لنقل الأتربة ونقلها بعيد عن الموقع. تمام، باهي. إلى غاية منسوب الأرض الطبيعية بالموقع كاين شني الحمولة الشاحنة، وكانت حمولة الشاحنة المخصصة لنقل الأتربة الزائدة 8 متر مكعب. هذه حمولة الشاحنة، الشاحنة تحمل 8 متر مكعب. قال لك فما هو عدد الرحلات التي ستقوم بها الشاحنة الناقلة؟ تمام، وما هي القيمة المالية التي سيدفعها المالك للمقاول نظير إنجازه لبند الحفر؟ معناه لازم نحسبه كمية تكلفة الحفر الإجمالية للمبنى للعشر قواعد والعشرين قاعدة، لأني عندي نوعين من القواعد. إجمالي عدد القواعد ككل 30 قاعدة. وما هي المدة الزمنية اللازمة لإنجاز بند ردم حفر القواعد إلى مستوى الأرض الطبيعية بعد صبغ خرسانة القواعد، والعلم بأن الإنتاجية اليومية، وهذه مرت علينا في أمثلة سابقة، لبند الردم 8.67، والمسافة الإضافية المستخدمة لإتمام الحفر الفعلي كذا لكل جانب من جوانب الحفر. تمام، يعني في أثناء الحفر للقواعد زيد من الجانبين زيادة لتسهيل الأعمال، كانت الزيادة هذه في حدود كم؟ 25%. أمتى نحتاج الزيادة أهي؟ لما نجي نخلص المقاول من الناحية المالية نستخدم الأبعاد القياسية، لكن لما فيها أزمنة وهنا طالب وما هي المدة اللازمة لإنجاز بند ردم حفر، فمعناه لازم ندخل الجوانب هذه في الحساب، لازم ندخل الجوانب أهي معانا في الحساب، لكن في الجانب المالي لا، هناخد الحفرة على مقاس القاعدة بالتمام، يعني القياسات الهندسية. لكن هذه تحت الزيادة 25% هذه زيادات فعلية، فعليا فعلا في الموقع، هناخدها وين؟ في حساب الأزمنة. انتبهوا للنقطة هي مرت علينا في الأمثلة السابقة. شوفوا خطوات الحل، ما دام عندنا أزمنة فلابد أن يكون عندي قياس هندسي وقياس فعلي. هذه وين؟ في حساب الخرسانة القواعد وفي حساب الحفر، وفي الحفر البندين هما. تمام، لما نحسب خرسانة قياسات هندسية ونحسب كمية خرسانة ضمن القياس، الخرسانة قياسات هندسية بالمطلق، ما عنديش فيها قياس فعلي، هو الهندسي هو الفعلي، الأعمدة كذلك، لكن أعمال الحفر عندي فيها الحفر القياسي الهندسي اللي هي نفس مقاسات القاعدة، أما الفعلي اللي هي بزيادة 25% من الجانبين هذا هو الحفر الفعلي، فنحسب كل واحدة بروحها. ليش؟ لأن أعمال الردم توقف على أعمال الحفر، هذا بتصنف لي أعمال الردم. ليش؟ لأن الردم لابد حتى هو أن يكون فعلي، صح؟ كيف فعلي أعمال الردم؟ أعمال الردم ما نقدرش نحسبها من الحفر القياسي الهندسي، بيطلع لي الناتج غلط، صح؟ بيطلع لي زيادة في الردم، والحفر بيطلع لي زيادة في الردم عن اللي في الواقع، صح ولا لا؟ فلابد أن نأخذ الحفر الفعلي. ليش؟ باش نحسب منه الردم المضبوط الفعلي. ليش؟ لأن نحن عارفين أن الردم يساوي الحفر ناقص الخرسانة، أعمال الخرسانة المصبوبة في هذا في المكان المحفور هو. تمام، انتبهوا على النقاط دي، نقاط بسيطة لكن تضيع عليك المسألة. فنبدأ في تسلسل المسألة من الأول. أنا القواعد عندي 10 قواعد بمقاس وعندي 20 قاعدة بمقاس آخر، فهنحسب كل قاعدة الخرسانات لكل قاعدة بروح. فالقواعد اللي عددها 10 أبعادها كم؟ أبعادها 2 × 1.5 في سماكة هذه القاعدة 6 من 10. نجي للقواعد اللي عددها 20 أبعادها يختلف، هي 1.5 في 1 لكن السماكة تظل واحدة 6 من 10.
طلعنا الناتج. لو جمعنا زوز نواتج هذين 18 و18 هنتحصل على كمية الخرسانة في قواعد هذا المبنى، تمام، فقط من دون أعمدة، من دون رقاب الأعمدة. باه، لما نجي نحسب لي رقاب الأعمدة، أنا عندي شني؟ رقبة العمود 9/10، هل ذكرت في المثال ولا تم استنتاجه؟ تم استنتاجه، واستنتجناه من قبل ولا لا؟ بأن قلنا عمق التأسيس ناقص سماكة القاعدة يعطيني أنا ارتفاع أو طول رقبة العمود. معاش بنعودوا له النقطة هذه، أصبحت واضحة. معناها رقاب الأعمدة للقواعد اللي عددها 10، لأن مقاس عمودها، مقاس مقطع العمود يختلف عن مقاس مقطع العمود للقواعد اللي عددها 20. فناخذ مقاس مقطع العمود للقواعد اللي عددها 10 ونضربها في 10، طبعا في طول رقبة العمود، نفس الشيء للعشرين عمود آخر اللي أبعاده 3/10 × 2/10 × 9/10. واضح؟ لو جمعنا خرسانة الأعمدة مع خرسانات القواعد للعشرة والعشرين هنتحصل على إجمالي الخرسانة المنفذة لقواعد المبنى، لقواعد المبنى، تمام؟ تمام؟ اللي هو مجموع الإجمالي، اللي هو مجموع الخرسانات هذا، اللي هو 37.98، تمام؟ أوكي، هذه أعمال الخرسانة. لابد أن نحسب أعمال الحفر، ما تجيش تجي تقول لي لا بنحسب أعمال الردم. كيف بتحسب عمل الردم وانت منكش حاسب أعمال الحفر؟ لابد من أنك تحسب أعمال الحفر، وأعمال الحفر هنا لابد أن تحسبه مرة قياسي بالقياس الهندسي، ومرة بالحفر، الحفر الفعلي اللي هي في الموقع. في القياس الهندسي، لأنك هذه بتخش لك في الإجراءات المالية، أنت بتحاسبها على القياس الهندسي. لكن في حساب الأزمنة، قديش شاحنة وقديش، لما تخش في حساب أزمنة معينة في الحالة هذه، لا أنت بتحتاج القياس الفعلي. وكذلك في أعمال الردم، لما تجي تحسب الردم، كمية الردم، انتبهوا على النقاط هي. فهنا الحفر اتفقنا ان على طول دايركت لي لازم نحسبها في الحالتين، في القياسي وفي الفعلي. في القياسي هناخذ نفس ابعاد القاعده اللي هي 2 × 1.5 مره، لكن هنا العمق الحفر مش سماكه قاعده. انتبهوا انها انت تحسب في حجم الحفره اللي انت حفرتها لانشاء القاعده بداخلها. معناها للعشر قواعد الاولى اللي ابعادها 2 × 1.5 عمق الحفر 1.5، والعشرين قاعدة الثانية اللي أبعادها 1.5 × 1 عمق الحفر أو التأسيس 1.5، توتلهم 75 متر. هذا شني؟ القياسي اللي هي مقاس الحفرة نفس مقاس القاعدة. لكن الفعلي لابد من زيادة على كل جانب. قال لك تقدر الزيادة هذه بكم؟ الزيادة على كل طرف، على كل جانب، تذكروها 25%، معناها نص متر، معناها هنزيد نص متر على الأبعاد السابقة، تمام؟ شو بتكون 1.5 لما تزيدها نص متر؟ تولي 2، والاثنين هتولي 2.5، معناها بالنسبة للعشر قواعد هتولي 2.5 × 2، أصبح هذه الأبعاد الفعلية ضارب عمق التأسيس 1.5، زايد بالنسبة للعشرين قاعدة كاين البعد 1.5، ضيف لها نص هيولي 2، والواحد يولي 1.5، معناه 2 × 1.5 هذه أبعاد مساحة القاعدة، قاعدة الحفر، بي عمق الحفر أو عمق التأسيس 1.5. طلع لي كمية الحفر قديش التوتال؟ 175، هذا الفعلي، الفعلي اللي في الموقع، تمام؟ نجي لأعمال الردم، لابد أن تقاس من الفعلي الموجودة في الموقع. فمعناه نقول الحفر الفعلي ناقص توتال الخرسانة، مجموع الخرسانات، تمام؟ اللي هي هنا كم تطلع؟ 127.02، واضح؟ تمام؟ به
نجي هنا كمية الأتربة الزائدة عن حاجة الردم. تو أنا ردمت وحسبت كمية الردم طلعت لي 127، تمام؟ كيف نحسب أنا التربة اللي قاعدة زايدة؟ نحسبها قديش متر مكعب؟ مع هذه سهلة، بإني نقول الحفر الفعلي ناقص الردم الفعلي، ولا لا؟ ما تبيش هذه هي الذكاء، صح ولا لا؟ واضحة. الحفر الفعلي ناقص الردم الفعلي هنتحصل على التربة الزايدة والواجب إزالتها من الموقع، تمام؟ هذه هي كمية التربة الزائدة اللي هي كم؟ 37.98 متر مكعب. ده نبي نعرف عدد قديش السيارة بترفع هذه الأتربة، بتمشي قديش مرة، أو كم سيارة ترفع لي الأتربة. هي كان السيارة الوحدة حمولتها 8، تمام، والكمية الزائدة 37، هنقسمهم على بعض ونقرب الرقم إلى أقرب 10، يطلع لي عدد الرحلات اللازمة للسيارة هذه. بتمشي قديش مرة؟ 5 مرات باش ترفع الأتربة الزائدة. المثال في غاية البساطة، في غاية الوضوح، وهو أيضا من الأمثلة العملية اللي بتلقاها قدامك بعون الله في مجال الهندسة المدنية، والتوفيق للجميع. وعندنا تنتهي محاضرة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.